لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال الحديث متصلا في فوائد حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه في بدء الوحي، رضي الله تبارك وتعالى عنها في بدء الوحي على رسولنا صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا في اللقاء الماضي عند قولها فرجع بها، أي بالآيات الخمس الأولى من سورة العلق أو من اقرأ، فرجع بها صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، يرجف فؤاده، يقال رجف، يرجف رجفا ورجفانا، تحرك واضطرب اضطرابا شديدا، ورجفت الأرض كذلك، ورجفت يده ارتعشت من مرض أو كبر، ورجفته الحمى أرعدته، فهو راجف على غير قياس. والرجف الاضطراب، والرجفة المرة منه، الرجف الاضطراب والرجفة المرة، أي المرة الواحدة منه. وأرجف إرجافا خاض في الفتنة والأخبار السيئة فهو مرجف. والمرجفون الذين يشيعون في الناس الأكاذيب والأخبار السيئة ليوقعوهم في الفتن والاضطراب. قال عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. يرجف فؤاده، تدور مادة الفؤاد على الحمى وشدة الحرارة، تدور على حمى وشدة حرارة، يقال فأد اللحم فأدا شواه، شواه، فهو مفأد وفئيد. والمفأد والمفأدة السفود، السفود اللي هو الأسياخ اللي بيتحط فيها اللحم كي توضع على النار. والتفؤد التوقد، والفؤاد القلب لتفؤده وتوقده، مذكر لا غير، يكون ذلك لنوع الإنسان وغيره من أنواع الحيوان، يعني هذا مختص بالنوع الإيه؟ بالجنس الحيواني، يشمل الإنسان وغيره يعني. الذي له قلب، والفؤاد القلب على المشهور، وقيل هو وسط القلب، وقيل هو وسط القلب، وقيل الفؤاد غشاء القلب، والقلب حبته وسويداؤه. ومنه قول أبي ذؤيب: رآها الفؤاد فاستدل ضلاله نيافا من البيض الحسان العطابلي، يعني جن جنونه عندما رأى الحسان طويلات الأعناق وكذا فجن فؤاده، نعم، أو جن جنونه. وقيل الفؤاد داخل القلب، وهي اللطيفة القابلة للمعاني من العلوم وغيرها. وطبعا يعني في الطب الحديث وكذا وكذا أثبت أن في مراكز خاصة في القلب هي غير العقل، يعني غير اللي موجودة في المخ، على أنهم يقولون العقل في المخ. فالصحيح دلوقتي في العلم الحديث وكذا أن العقل في القلب، كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل في غير موضع، لقوا أن في فعلا خلايا حسية وخلايا عصبية وكذا تنفرد بالتفكر والتدبر وكذا، على ما جاء في غير موضع من كتاب الله عز وجل. نعم، قال البلقيني: الحكمة في العدول عن القلب إلى الفؤاد أن الفؤاد وعاء القلب، على ما قاله بعض أهل اللغة. فإذا حصل للوعاء الرجفان حصل لما فيه، فيكون في ذكره من تعظيم الأمر ما ليس في ذكر القلب، ما ليس في ذكر القلب. وفي رواية: ترجف بوادره، وهذه الرواية متفق عليها عند الإمامين البخاري ومسلم. والمراد بالبوادر أو البادرة اللحمة، اللحمة التي بين المنكب والعنق، اللي هي العضلة اللي موجودة يعني بين العنق وبين العاتق أو المنكب. جرت العادة بأنها تضطرب عند الفزع،
وعلى ذلك جرى بعض أهل اللغة أن أنها اللحمة المذكورة سميت بلفظ الجمع، وتعقب من ناحية أن البوادر جمع بادرة، وهي ما بين المنكب والعنق. فقال الحافظ رحمه الله يعني أنه لا يختص بعضو واحد، لا يختص بعضو واحد، وهذا جيد، فيكون إسناد الرجفان إلى القلب لكونه هو المحل لذلك، لكونه المحل لذلك، وإلى البوادر لأنها مظهر. يعني القلب عندما ارتجف حصل إيه في الأعضاء؟ جاءتها رعدة، وهذه الرعشة وكذا وكذا، فكان ذلك دليل على ما وقع في القلب من الروع ومن الرجفان. قوله: فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، أي لفوني بالثياب وغطوني بها. وليس هذا دليل على نزول يا أيها المذمل، لا، دي هتيجي بعد كده بعد فترة الوحي. وغطوني بها من تزمل، أي تلفف وتغطى، ويقال منه الزمل، فهو متزمل ومزمل، والتزميل التلفيف. قال ذلك لشدة ما لحقه من هول الأمر، وجرت العادة بسكون الرعدة بالتلفيف. مثال اللي بيترعش بيعملوا إيه؟ بيغطوه، بيلفوه كده ببطاطين أو شيء من هذا القبيل. نعم، فزملوه أي لفوه وغطوه حتى ذهب عنه الروع، راعه الشيء يروعه روعا، أصاب روعه أي أصاب قلبه، والروع ما ألقي في القلب من الفزع. قوله: فقال لخديجة وأخبرها الخبر، ولم يخبر بشيء حتى ذهب عنه الروع، وهي ما سألتش لحد بقى إيه؟ حدث هو وأخبرها بالخبر بعد أن زال عنه ما لقاه من الفزع. قوله: فقال لخديجة وأخبرها الخبر، ولم يخبر بشيء حتى ذهب عنه الروع. وهذا فيه دليل على أنه لا ينبغي أن يسأل الفازع عن شيء من أمره ما دام في حال الفزع، ما دام في حال إيه؟ لكن تنتظر حتى إيه؟ يذهب عنه هذا الفزع، ثم بعد ذلك تسأله عما ناله. وطبعا أهل بقى الفقه وأرباب الفقه ما يفوتوش المسألة، لازم يبقى لهم إيه؟ برضو لقطة في هذا الأمر. فحكي عن الإمام مالك رحمه الله وغيره من الأئمة أن المذعور لا يلزمه بيع ولا إقرار ولا غيره طالما في حالة الإيه؟ طالما في حالة الفزع، كأنه إيه؟ مسلوب الإرادة، فلا يصح بيع ولا عتق ولا أي شيء من هذا الأمر طالما أنه عليه على هذه الحال. نعم. قوله: لقد خشيت على نفسي، فيه أنه نزلت به ملمة ينبغي له أن يشارك فيها من يثق بنصحه ورأيه ومعرفته، وده دليل على ما عند النبي صلى الله عليه وسلم من تقدم وسبق علم بحصافة خديجة رضي الله عنها وصحة فهمها وقوة عقلها وقوة نفسها رضي الله تبارك وتعالى عنها، فلذلك أخبرها الخبر صلى الله عليه وسلم. نعم، ففيه أنه من نزلت به ملمة ينبغي له أن يشارك فيها من يثق بنصحه ورأيه ومعرفته. اختلف العلماء في المراد بالخشية المذكورة هنا على 12 قولا، على 12 قولا. أولها الجنون، أولها الجنون، وأن يكون ما رآه من جنس الكهانة، جاء ذلك مصرحا به في عدة طرق، وأبطله أبو بكر بن العربي رحمه الله، وحق له أن يبطل هذا القول، لكن حمله الإسماعيلي على أن ذلك حصل له قبل حصول العلم الضروري، قبل حصول العلم الضروري له صلى الله عليه وسلم، أن الذي جاءه ملك، يعني كانت المسألة لسه قبل يطرد من الكهانة، هل هذا من الجن إلى غير ذلك، كل دوت لسه ما حصلش العلم الضروري أن الذي يحادثه والذي شافهه بهذا الأمر في الغار هو جبريل عليه السلام، أن الذي جاءه ملك وأنه من عند الله تبارك وتعالى، لأن العلم الضروري قد لا يحصل دفعة واحدة، قد لا يحصل دفعة واحدة. وضرب مثلا لذلك بالبيت من الشعر تسمعه لأول وهلة، يعني أول الكلام كده، فلا تدري أنثر هو أم شعر، لا تدري هو أنثر هو أو إيه أو شعر، لحد ما إيه
يأخذ الشاعر مثلا في القصيدة أو في النظم فيتبين أنه شعر لا نثر، فكذلك بيقول هذا هو الذي حدث معي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تدري أنظم هو أم نثر، فإذا استمر الإنشاد علمت قطعا أنه قصد به قصد الشعر. كذلك لما استمر الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم وحفته قرائن اقترنت به القرائن المقتضية للعلم القطعي للعلم الضروري، حصل بذلك له صلى الله عليه وسلم العلم القطعي. وقد أثنى الله تبارك وتعالى عليه صلى الله عليه وسلم بهذا العلم، فقال آمن الرسول بما أنزل إليه إلى آخر الآيات. فإيمانه صلى الله عليه وسلم بالله وملائكته إيمان كسبي موعود عليه بالثواب الجزيل، كما وعد على سائر الأفعال المكتسبة التي كانت من أفعال القلب ومن أفعال الجوارح. هذا هو الأمر الأول. القول الثاني أنه الهاجس، أنه الهاجس، وهذا باطل أيضا، لأن الهاجس لا يستقر، وهذا استقر وحصلت بينهما مراجعة، حصلت بينه وبين الملك مراجعة. نعم. ثالثها الموت من شدة الرعب، أنه خاف على نفسه، خشي على نفسه من أن يموت من هول ما حدث له وأرعب منه صلى الله عليه وسلم. الرابع المرض، وجزم بذلك ابن أبي جمرة. خامسها دوام المرض، أن يستمر به هذا المرض. السادس العجز عن حمل أعباء النبوة، ثم أزال الله عز وجل هذه الخشية ورزقه الأيد والتأييد يعني والقوة والثبات والعصمة صلى الله عليه وسلم. السابع العجز عن النظر إلى الملك من الرعب، وهذا أيضا يعني فيه نظر، لأنه كما وصف ذو مرة فاستوى، يعني فيه حسن حسن خليقة، فيه حسن خليقة. نعم. ثامنها عدم الصبر على أذى قومه، وهذا أيضا فيه ما فيه. التاسع أن يقتلوه ولا غر، فإنه بشر يخشى من القتل والإذاية الشديدة ما يخشاه البشر، ما يخشاه البشر، ولهم علي ذنب فأخاف، فيبقى خايف أنه يقتل، هذا بالطبيعة هذا بالطبيعة البشرية، فلا إشكال في الخوف اللي هو الخوف الجبلي الفطري، لكن هذا يذهب بالإباء بالتوكل على الله تبارك وتعالى وصدق اللجء إلى الله تبارك وتعالى. ثم يهون عليه الصبر في ذات الله كل خشية، ويجلب له إلى قلبه كل شجاعة وقوة، كما معروف من سيرته صلى الله عليه وسلم. العاشر مفارقة الوطن، مفارقة مكة. الحادي عشر التكذيب، أن يكذبه قومه، أن يكذبه قومه. الثاني عشر أن يعيروا تعييرهم إياه صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر أولى هذه الأقوال بالصواب وأسلمها من الارتياب الثالث واللذان بعد، يعني الثالث والرابع والخامس، وما عداه فهو معترض، كل محل نظر ورد واعترض. قوله فقالت خديجة كلا، فقالت خديجة كلا، كلا بفتح الكاف وتشديد اللام مقصور، وهي هنا حرف نفي وإبعاد، حرف نفي وإبعاد، وهو أحد معاني كلا، هو أحد معاني كلا. وقد تأتي كلا بمعنى حقا، وتأتي أيضا بمعنى ألا للتنبيه والاستفتاح. قال ابن هشام هي مركبة عند ثعلب من كاف التشبيه ولا النافية، قال وإنما شددت لامها لتقوية المعنى ولدفع توهم بقاء معنى الكلمتين، معنى الكلمتين. وعند غيره هي بسيطة، وعند سيبويه والخليل والزجاج وأكثر البصريين حرف معناه الردع والزجر عن مضمون كلام سابق من متكلم، سواء هذا المتكلم كان واحد أو من كلام محكي أو من كلام يحكى عن متكلم آخر، يعني كأنه كلام منقول أو مسموع عنه، كما في قوله تعالى قال أصحاب موسى إنا لمدركون، مش كده؟ فماذا قال موسى؟ يبقى هنا في كلامه متقدم، مش كده؟ ده كلام من مين؟ من بني إسرائيل، فقال موسى كلا، واضح كده، نفي وإبعاد لما قالوه، كلا إن معي ربي سيهدين. نعم. حتى يجيزون أبدا الوقف عليها والابتداء بما بعدها، وحتى قال جماعة منهم متى سمعت كلا في صورة فاحكم بأنها مكية، فاحكم بأنها مكية، لأن فيها معنى التهديد والوعيد،
وأكثر ما نزل ذلك بمكة، لأن أكثر العتو التكبر والتجبر كان بمكة، والأكثر أن تكون عقب آخر الكلام المبطل بها، المبطل بها يعني الكلام كأنها حتبطل الكلام المتقدم وتثبت الذي يأتي بعدها، الذي يأتي بعدها. نعم، فالأكثر على أنها تكون عقب آخر الكلام المبطل بها، وقد تقدم على الكلام المبطل بها للاهتمام بالإبطال وتعجيله والتشويق إلى سماع الكلام الذي سيرد بعد هذا الإبطال، كما في قوله تعالى كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أصفر. الكلام هنا عليه إنها إحدى الكبر، إنها إحدى الكبر، يعني كلا إنها إحدى إحدى الكبر، واضح كده؟ نعم. على أحد التأويلين، ولما فيها من معنى الإبطال كانت في معنى النفي، فهي نقيض إي وأجل ونحوهما من أحرف الجواب بتقدير الكلام السابق، والغالب أن تكون متبعة بكلام بعدها، فلا يعهد في كلام العرب أن يقول قائل في رد كلامي، في رد الكلام يعني، في رد كلام كلا ويسكت، ماشي كده، ما يقولش كلا إلا ولازم يجيب إيه بعدها، إيه كلام يتبعها. نعم. قالوا وقد تكون أيضا، تأتي أيضا كلا على أنها حرف جواب بمعنى أو بمنزلة إي ونعم، وحملوا عليه قوله تعالى كلا والقمر، أي أجل والقمر أو إي والقمر. نعم. ولكونها حرف ردع أفادت معنى تاما يحسن السكوت عليه، فلذلك جاز الوقف عليها عند الجمهور، ومنع المبرد الوقف عليها بناء على أنها لابد أن تتبع بكلام، لابد أن تتبع به بكلام. وقال الفراء مواقعها أربعة، مواقعها أربعة، موقع يحسن الوقف عليها والابتداء بها، كما في قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، فيحسن هنا الوقف عليها كلا، ماشي كده، ويحسن أيضا الابتداء بها، ماشي كده، يعني ممكن بعد نهاية الآية كلا، ويحسن أيضا تنهي الآيات وتبدأ بكلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مد، فكلا الوجهين صحيح جائز، يبقى يحسن الوقف عليها، ماشي كده، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا، ماشي كده. طيب وممكن بعد كده كلا سنكتب ما يقول، يبقى يحسن الوقف ويحسن ويحسن الابتداء. نعم. وموقع يحسن الوقف عليها ولا يحسن الابتداء، يعني يقف فقط لكن ما لا يحسن أن يبتدئ بها، كما في قوله تعالى فأخاف أن يقتلون، ماشي كده، فأخاف أن يقال كلا، واضح كده، بيحسن هنا الوقف. نعم. وموقع يحسن فيه الابتداء بها ولا يحسن الوقف عليها، كما في قوله تعالى كلا إنها تذكرة، كلا إنها تذكرة. وموقع لا يحسن فيه شيء من الأمرين، لا الوقف ولا الابتداء، كما في قوله تعالى ثم كلا سوف تعلمون، لا ينفع أننا أقف ولا ينفع أننا أبتدئ. نعم. وقال القزاز هي هنا بمعنى الرد لما خشي على نفسه، أي لا خشية عليك، كلا يعني بتقول له لا 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 ترع، لا خشية عليك، ويؤيده كما في الصحيح كما في عند ابن إسحاق من رواية يونس بن بكير عن عند ابن عن يونس بن إسحاق أبو إسحاق السبيعي عن أبيه أبو إسحاق السبيعي عن أبي ميسرة فقالت معاذ الله، معاذ الله، هذا مرسل رجاله ثقات، مرسل رجاله ثقات، لأن أبا ميسرة عمرو ابن شرحبيل الهمداني ثقة مخضرم، ثقة مخضرم، المخضرم هو من أدرك زمن النبوة، أدرك زمن النبوة، ماشي كده، لكن له لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء آمن أو لم أو آمن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من آمن وأراد أن يرتحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، فهذا برضو يقال عليه مخضرم، هذا يقال عليه مخضرم، فيبقى كان ذلك أدرك الجاهلية وأدرك وأدرك الإسلام، فيقال له مخضرم، ودي أعلى درجات التابعين، أعلى درجات التابعين.
نعم، فعشان كده قلنا ده ايه مرسل، عشان كده قلنا ده ايه مرسل. نعم. ومن اللطائف ان هذه الكلمة يعني اللي هي كلا التي ابتدأت خديجة النطق بها عقب ما ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم من القصة التي وقعت له صلى الله عليه وسلم، هي التي وقعت عقب الآيات الخمس من سورة اقرأ في نسق التلاوة، كلا ان الانسان ليطغى، مش كده؟ نعم. فجرت على لسانها اتفاقا لانها لم تكن قد نزلت، احنا قلنا اللي نزل بس الخمس الايات الاول من العلق. نعم. وانما نزلت كلا ان الانسان ليطغى نزلت في قصه ابي جهل، نزلت في قصه ابي جهل عند المشهور من عند المشهور عند علماء التفسير، وقد ذهب بعضهم الى انها تتعلق بالانسان المذكور، بالانسان المذكور، علم الانسان ما لم ما لم يعلق، خلق الانسان من علق، وهكذا. نعم. قيل لأن المعرفة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى، يعني هو نفس الإنسان. نعم. وقد أعيد الإنسان هنا كذلك، فكان التقدير كلا لا يعلم الإنسان أن الله هو خلقه وعلمه إن الإنسان ليطغى، إن الإنسان ليطغى. نعم. قوله والله ما يخزيك الله أبدا، وفي رواية كلا أبشر، يبقى نفت مش كده وإيه وأثبتت الإيه البشرى، آتت بالنفي وبالإيه وبالإثبات. نعم. فنفت الخزي يعني وأثبتت الإيه البشارة. نعم. والله ما يخزيك الله أبدا، وفي رواية كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، وهذا اللفظ أيضا متفق عليه. أبشر بهمز القطع، بهمزة القطع، أمر من الإبشار رباعيا، أمر من الإبشار رباعيا، ويحتمل أن يكون بهمزة الوصل مع كسر الشين وفتحها لغتين، من بشر ثلاثيا يقال بشر بالخير بشرا، وبشر بالفتح به بشرا، فرح به وسر، فيجوز فيها ثلاثة أوجه. أبشر بقطع الهمزة، وابشر وابشر بوصل الهمزة مع كسر الشين وفتحها. وأصل البشارة يكون بالخير، يعني إذا قلت أبشر هكذا مطلقا يكون إيه بخير، وتأتي بالشر لكن على الإيه على التقييد، فبشره بعذاب أليم، تجي إيه مقيدة. نعم. وبالشر مقيدا به، والله ما يخزيك خزى يخزي خزيا، هان وافتضح ووقع في بالية وشر. وفي رواية الكشميهني أحد روايات صحيح الإمام البخاري، لا يحزنك بفتح أوله وبالحاء والزاي المضمومة من حزنه، ويجوز يحزنك بضم أوله وكسر الزاي من أحزنه، يقال حزنه يحزنه حزنا، وأحزنه أوقعه في الغم والهم، أوقعه في الهم والغم. قوله انك لا تصل الرحم، يبقى دلوقتي عملت ايه هي؟ لما بيقول انا خشيت على نفسي عملت له ايه؟ نفت كلا، مش كده؟ والله ما يخزيك الله ابدا، ادي تثبيت، مش كده؟ وبعد كده هتبتدي تجيب ايه بقى؟ الادله على النفي، يعني ما نفتش نفيا هكذا عاريا، لا، بتجيب الادله على ايه؟ على أن هذا لا يتأتى أبدا من الله عز وجل. إيه الدلالة على ذلك؟ فبقت بتقول بقى إيه في السياق، إنك لا تصل الرحم، هتاخد بقى إيه في صرد خصاله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذه الأمور من الخير وكذا، الأفعال الخير وأفعال الحسنات تقي مصارع الإيه؟ تقي مصارع السوء. فخديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها بهذا تعتبر يعني من هذه الأمة أول من استخدمت القياس، شفت بقى أول من استخدمت الإيه؟ القياس، لأنها إيه؟ قاست أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما هو عليه من حسن الحال وحسن الخلق وكذا وكذا بهذا الأمر الذي وقع له، أنه مش محال أن يترتب عليه إيه؟ خزي له، ولا يدخل عليه حزن، بل يدخل عليه الخير والبشر إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا من فقهها رضي الله تبارك وتعالى عنه. قوله إنك لا تصل الرحم بكسر الهمزة على الابتداء، فاستدلت خديجة رضي الله عنها على ما أقسمت عليه من نفي ذلك أبدا بأمر استقرائي، يعني في إيه؟ في النظر في سيرته صلى الله عليه وسلم قبل أن تتزوجه، وكان ذلك الباعث لها على الزواج بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمش ممكن بعد كل دوت يترتب على ذلك إيه له صلى الله عليه وسلم لا حزن ولا إيه ولا خزي صلى الله عليه وسلم. نعم. فاستدلت رضي الله عنها على ما أقسمت عليه من نفي ذلك أبدا بأمر استقرائي، وصفته بأصول مكارم الأخلاق، لأن الإحسان إما إلى الأقارب أو إلى الأجانب،
إنك لتصل الرحم إما إلى الأقارب وإما إلى الأجانب، وإما بالبدن أو بالمال، وإما على من يستقل بأمره، يعني اللي يقدر يتكسب قوته ورزقه إلى غير ذلك، أو من لا يستقل بذلك، العاجز عن التكسب، العاجز عن الإيه؟ العاجز عن التكسب. وذلك كله مجموع فيما وصفته به صلى الله عليه وسلم، فهو قياس منها على العادات، فهو قياس منها على الايه؟ على العادات. وده يجي في معنى الاستصحاب، انها امر في حاله الماضي، فيستصحب في الحال الايه؟ في الحال الحاضر ايضا، رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم. فهو قياس منها على العادات، والاكثر في الناس حسن عاقبة من فعل الخير، الاكثر في الناس حسن عاقبة من فعل الخير. وصلة الرحم الاحسان الى الاقارب على حسب حال الواصل والموصول، فترى يكون بالمال اذا كان الموصول ماله في عوز في حاجة، نعم، وطارة تكون بالخدمة، أو لا يستطيع أن يخدم نفسه أو كذا أو كذا، فيقوم عليه على خدمته وتلبية حاجاته، وطارة بالزيارة أنه يزوره، وطارة بالسلام، مش كده؟ كل هذا من أنواع صلة الإيه؟ صلة الرحم، نعم، وغير ذلك. قوله وتصدق الحديث بفتح أوله وإسكان ثانيه وضم ثالثه، يقال صدق الحديث وصدق في الحديث، يتعدى بنفسه وبحرف الجر، يتعدى بنفسه وبحرف الجر. والصدق الصحة والاستقامة في الأقوال والإخبار بالواقع، الصدق هو الإخبار بالإيه؟ الإخبار بالواقع. ضده الكذب، والكذب ممكن يكون عن عمد وعن خطأ، لكن في كلا الحالين إيه؟ إخبار بخلاف الواقع، وطبعا المتوعد عليه بالعقاب أو الإثم أو كذا أو كذا هو تعمد الإيه؟ تعمد الكذب، تعمد الكذب، إلا في مواطن، إلا في إيه؟ في مواطن زي الكذب في الحرب، الكذب يعني على العدو كذا، الكذب للإصلاح، وده يكون من المعاريض بين المتخاصمين، الكذب على الزوجة وكذا وكذا إلى غير ذلك من هذه الأمور، حتى يؤثر عن عمر إن صح يعني رضي الله تبارك وتعالى عنه أن امرأة قالت لزوجها تحبني؟ بتحبني؟ فقال لها بحبك. قالت له اقسم احلف، فالرجل ارتبك، انا دلوقتي بقيت في مشكلة، احلف ولا احلف ولا ما احلفش. فالمهم ذهب الى عمر رضي الله عنه يستفتيه، فضحك عمر قال احلف، ان ما جاز فيه الكذب جاز فيه الحلف، والله تعالى اعلى واعلم. نعم. لا ما فيهوش كفار ان شاء الله. نعم. وهي من أشرف الخصال الصدق، ولذلك شوف المسألة ديت هيجي بعد كده في الجهر بالدعوة، ما جربنا عليك إلا صدقا صلى الله عليه وسلم. نعم. وحتى في المزاح إني لأمزح ولا أقول إلا صلى الله عليه وسلم. نعم. وتحمل الكلا بفتح الكاف وتشديد اللام، يقال كلا الرجل يكل كلالة فقد الولد والوالدة، فقد الأصل والإيه والفرع، فقد الولد وفقد الوالد. والكلالة في كما في آية سورة النساء وفي المواريث عدم الأصول والفروع، الكلالة عدم الأصول والإيه، والكلالة عدم الأصول والفروع، عشان كده إيه يسموها الإيه الكلالة، الكلالة. نعم. ولذلك قال الناظم يسأل ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة، هي انقطاع النسل لا محالة، لا والد يبقى ولا مولود، فانقطع الأبناء والجدود. أدي معنى الإيه الكلالة في التعريف بقى الاصطلاحي لها. وكل كلولا ضعفا، كلا كلولا ضعفا، يقال كلا السيف ونحوه لم يقطع، فهو كليل وكل، وفلان تعب فهو كال، يعني من الإعياء والتعب. وكل عن الأمر ثقل عليه فلم ينبعث فيه، ومنه قوله تعالى وهو كل على مولاه، وهو كل على عب، عب على مين؟ على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي به، لا يأتي بخير. نعم. والكل في الحديث الضعيف الذي يعتمد في معيشته على غيره ولا يستقل بأمر نفسه، ويدخل في حمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك، كل ذلك محتاجين لإيه؟ لمن يتولى أمرهم ويصلح من شأنهم. قوله وتكسب المعدومة بفتح التاء، هذا هو الصحيح المشهور،
ونقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين، قال ثعلب والخطابي وجماعتهم من أهل اللغة يقال كسبت الرجل مالا وأكسبته لغتان، وأنشده فأكسبني مالا وأكسبته حمدا، يعني في نظير الإيه؟ في نظير المال. أفصحها باتفاقهم كسبته بحذف الألف، بحذف الألف. وفي رواية الكشميهني في الصحيح وتكسب، وتكسب بضم أوله، وعليه قال الخطابي الصواب بدل المعدوم المعدم، بدل المعدوم يبقى ليه يعني تكسب المعدم، يعني الفقير الذي لا يستطيع أن يقوم بأمور حياته، بلا واو أي الفقير، لأن المعدوم لا يكسب، لأن المعدوم هنا ليه الميت، المعدوم هو الايه الميت يعني. قال الحافظ ولا يمتنع ان يطلق على المعدم المعدوم لكونه كالمعدوم يعني كالميت الذي لا تصرف له، والكسب هو الاستفادة، الكسب هو الاستفادة. فكأنها قالت اذا رغب غيرك ان يستفيد مالا موجودا رغبت انت ان تستفيد رجلا عاجزا فتعينه وتعاونه وتجعل له ايه أسباب حياتية يتعايش منها. ويسمى الفقير معدوما لأن حياته ناقصة، لأن حياته ناقصة، فوجوده وعدمه سواء، وجوده وعدمه إيه؟ سواء. كما قال بعضهم ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت ميت الإيه؟ ميت الأحياء. نعم. وقال قاسم بن ثابت في الدلائل قوله يكسب معناه ما يعدمه غيره، ما يعدمه غيره يعني لا يستطيعه إيه؟ غيره، ويعجز عنه ويصيبه هو، يعني الذي يعجز عن أن يصيب هذا الخير الكثير والمال الوفير كذا يكسبه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أعرابي يمدح إنسانا كان أكسبهم لمعدوم وأعطاهم لمحروم، وأعطاهم لمحروم. قال النووي ما من رواه بالضم فمعناه تكسب غيرك المال المعدوم أي تعطيه إياه تبرعا بحذف أحد المفعولين، وقيل معناه تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد، من نفائس الفوائد. ومكارم الأخلاق. وأما رواية الفتح فقيل معناها كمعنى الضم، وقيل معناها تكسب المال المعدوم وتصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيله، وكانت العرب تتمادح بكسب المال المعدوم لا سيما قريش لأنهم كانوا أرباب إيه؟ أرباب تجارة، كانوا أرباب تجارة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم محظوظا في تجارته. وهذا القول حكاه القاضي عن ثابت صاحب الدلائل وهو ضعيف أو غلط، وأي معنى لهذا القول في هذا الموطن إلا أنه يمكن تصحيحه بأن يضم إليه زيادة فيكون المعنى تكسب المال العظيم، أجي واحدة، نعم، الذي يعجز عنه غيرك، ما حدش يقدر يكسب زي ما بيكسب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مع هذا تجود به في وجوه الخير وغيرك ما ايه لا يجود به هذا الايه هذا الجود، تنفق في وجود الايه في وجوه الخير وابواب المكارم كما ذكرت من حمل الكل وصله الرحم وقر الضيف، لانها بتتكلم هنا على ايه على محاسن اخلاقه صلى الله عليه وسلم. نعم. والاعانه على نوائب الحق فهذا هو الصواب في هذا الحرف. وأما صاحب التحرير فجعل المعدومة عبارة عن الرجل المحتاج المعدم العاجز عن الكسب، وسماه معدوما لكونه كالمعدوم يعني كالميت ليس له ليس وجوده وحياته سواء، حيث لم يتصرف في معيشته كتصرف غيره، لا يتصرف في معيشته كتصرف غيره. قال وذكر الخطابي أن صوابه المعدم بحذف الواو، قال وليس كما قال الخطابي بل ما أثبته الرواة هو الصواب يعني المعدوم. قال وقيل معنى تكسب المعدوم أي تسعى في طلب عاجز تنعشه، والكسب هو الاستفادة، وهذا الذي قاله صاحب التحرير إن كان له بعض الاتجاه كما حررت لفظه، فالصحيح المختار هو ما تقدم والله أعلم. قوله وتقري الضيف يقال قريت الضيف أقريه قرم بكسر القاف مقصور وقراء بفتح القاف والمد أكرمته، ويقال للطعام أيضا الذي يقدمه للأضياف قرم بكسر القاف مقصور، ويقال لفاعله قارن مثل قضى فهو قاض أي تكرمه في تقديم قراء،
يعني تبالغ في الكرم والجود وإحسان مأواه. قوله وتعين على نوائب الحق، أعانه وعاونه، ساعده وظاهره وقواه من الإعانة. والنوائب جمع نائبة وهي الحادثة والنازلة، وإنما قالت نوائب الحق لأن النائبة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر، ومنه قول لبيد رضي الله تبارك وتعالى عنه نوائب من خير وشر. يبقى تأتي النوائب في الخير والإيه؟ والشر كلاهما، يعني في الاثنين. فلا الخير ممدود، هذه طبيعة الدنيا مش كده، لابد أن يتقلب الإنسان. فلا الخير ممدود يعني مستمر، ولا الشر لازب، ولا الشر متمكن يعني مستقر. نعم، وهي كلمة جامعة لأفراد ما تقدم، يعني بقى كثرة خصاله صلى الله عليه وسلم كثيرة، فجاءت بهذه الكلمة الجامعة، جاءت بهذه الكلمة الجامعة، فهي جامعة لأفراد ما تقدم ولما لم يتقدم. أي إذا وقعت نائبة لأحد أعنت فيها وقمت مع صاحبها حتى يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش. ما تقولش سدادا، لأن سداد السداد للتوفيق والإصابة، يبقى ده السداد، لكن السداد يجي لسد الخلات، سد سد الخلات والايه والثغرات. وطبعا يعني كان من الحاجات اللي تذكر في النوادر ما جرى بين النضر بن شميل والمأمون، المأمون الخليفة العباسي المعروف ابن هارون، ماشي كده، وكان المأمون يعني متربي على الفصاحة والبلاغة وكذا وكذا، فنزل في الري إحدى الأماكن يعني، واستوخم هاتولي بس حد كده أتكلم معاه، فمين اللي ممكن يقعد مع الخليفة يعني، فما فيش أنفع للخليفة من مين؟ النضر، إمام في العربية وثقة ثبت في الحديث، عالم مش كده. فأتوا والنضر كان يعني الحال بتاعه في يعني ما كانش في ساعة يعني، دائما أبدا أهل العلم تلاهوش يعني، فأتى بثياب، الثياب فيها قطع يعني مفتوحة من الجوانب كده. فالمهم دخل على المأمون، والمأمون طبعا كان حاذق لبيب ذكي فطن، فقال ما هذا يا نضر، بيدعب ما هذا؟ قال له أنت عارف أن الري وكده المكان ده وخم، الجو بتاعه فيه وخامة، ففتحت الفتحات دي عشان يدخل منها الهواء كده ويترطب الجسم وكذا وكذا. فسكت المأمون ولم يعني، واخذوا بقى يتكلموا بقى في العربيه وكذا وكذا حتى جرى ذكر النساء. فعلى طول المأمون قال لي حدثنا هشيم، هشيم ابن بشير امام عالم كذا، لكن ضعيف في الزهري، من اصحاب الحديث ثقه يعني، فكويس. فقال حدثنا هشام جاي من تزوج امرأة، من تزوج امرأة لغناها كانت له سدادا من عوز. سدادا منين؟ من عوز، من فقر، من الحاجة يعني، ماشي كده، يعني لمالها وكذا، احدى الوجوه للزواج. فالنظر طبعا فهم المسألة كده ما تمشيش سداد ابدا، كويس. فقال له لكن حدثنا، وجاي بقى الاسناد بتاعه يعني، وقال له من نكح امرأة لمالها او لغناها يعني كانت له سدادا من عيش او سدادا من عوث. فالمأمون مش هيفوتها دي، فكان مضطجع كده متكئ، فاعتدل قال ما هذا يا نضر تلحنني، ده متربي على ايد الاصمعي وحاجة يعني، تلحنني انت بتخطأني في. قال لا 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 ما لحنش امير المؤمنين، لكن هشيم كان لحانته، فاتبع امير المؤمنين لفظ شيخه، زي ما الرواية زي ما كده يعني. قال وما الفرق؟ ايه الفرق بقى المسألة يعني؟ قال السداد الإصابة والتوفيق، ماشي كده، والسداد بالكسر سد الثغرة والخلة. من سددت، حطيت للإزازة، يقول لك مش كده، سدادة سدتها يعني، فللخلات والثغرات. فقال قبح الله من لا أدب عنده، ده المأمون. وقام جاي كاتب له كتاب كده، قال له روح لفلان نصر مش عارف كده، اللي هو يعني وزير المالية أو وزير الخزانة يعني كده، روح له ينفذ اللي في الورقة دي، فهو ما يعرفش اللي في الورقة. فخد الورقة والخطاب وقام جاي رايح على وزير المالية أو المسؤول بتاع الخزانة، قال له أمير المؤمنين بعت لك. ففتح كده وقام جاي الراجل صارخ، قال له أستحلفك بالله ماذا فعلت أو ماذا صنعت مع أمير المؤمنين؟
قال له عملت معي قل لي لازم. قال له مالي؟ قال له ده امير المؤمنين كاتب لك مش عارف 50,000 ولا درهم او دينار، انت قلت الامير المؤمنين ايه يعني عشان يدي لك البتاعه دي كلها؟ وده من الذكاء ما احرجهوش. قال له لا خد كده، انه شاف الحال يعني كويس. فقال له والله حدث كذا كذا. قال له لحنت امير المؤمنين يا ناطر، لحنت امير المؤمنين، بس والله يعني استفدنا اتعلمنا. فشوف حرف، شوف اللغه بقى. ولذلك اللغه الحيه الوحيده على وجه الارض هي اللغه العربيه. اللغات الانجليزيه اللي بتشوفوها والكذا كذا لغات جامده، لغات ايه جامده. هنا يتقدم المفعول ويتاخر المبتدا، اللغات التانيه مفيش الكلام دوت. عشان كده دي لغه ايه؟ لغه حيه، لغه ايه؟ حيه. واضح كده؟ فقال له كده لا طيب. وقام جاي هو من عنده ام ايه؟ قال له انا ما اقدرش اتساوى مع امير المؤمنين دي، فانا من عنده اكتب لك 50,000، فما اقدرش انا لو علي اكتب ايه 50,000 زيهم، لكن ما اقدرش، فمن عندي انا 30,000 عشان بس حقي ايه امير المؤمنين. فاستفاد بس بايه؟ استفاد بايه؟ بحرف، بتصحيح تشكيل حرف بس كده، استفاد ايه؟ 80,000. نعم، يعني على حتى يجد سدادا من عيش او قواما من عيش. وفي مرسل ابي ميسرة في هذه القصه من الزياده، وتؤدي الامانه. يعني بص شوف بقى ايه كل ده، فعجبت في النهايه ايه؟ نوائب الحق على اساس ايه؟ تجمع كل هذه الايه؟ الامور. اخرجها ابن ابي شيبه في مصنفه. قال العلماء معنى كلام خديجه رضي الله عنها انك لا يصيبك مكروه لما جعل الله فيك من مكارم الاخلاق وكرم الشمائل، وذكرت ضروبا أنواعا من ذلك كما في حديثها رضي الله عنها. وفي هذا من الفوائد: أولا تأنيس من حصلت له مخافة في أمر، وتبشيره وذكر أسباب السلامة، لأنها جابت سمعت، وبعد ما سمعت إيه استبعدت، مش كده؟ وبعد ما كده ذكرت الإيه الأدلة على ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم، فيه أيضا أن من نزل به أمر استحب له أن يطلع عليه من يثق بنصيحته وصحة رأيه، وده دليل على صحة رأي مين؟ خديجة رضي الله. إلا مثلا ما راحش لأبي بكر، لكن راح لمين؟ لخديجة، وكلم خديجة في هذا الأمر العظيم، فده دليل على إيه؟ صحة رأيها وجزالة عقلها رضي الله تبارك وتعالى عنها. كذلك فيه مدح الإنسان في وجهه في بعض الأحوال لمصلحة تقتضي ذلك، قال ابن بطال وليس بمعارض لحديث المقداد رضي الله تبارك وتعالى عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب، رواه مسلم. وإنما أراد بذلك إذا كان المدح بالباطل وبما ليس في الممدوح، لأنه من الكذب، زي بقى مدح ولاة الجور وكذا وكذا من هذه الأمور عشان الإغضاق عليهم، فيمدحونهم بما هو بما ليس إيه؟ بما ليس فيهم، بما ليس فيهم. نعم، أيضا فيه دلالة على أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب السلامة من مصارع السوء، لأنها قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، وجابت الإيه بقى؟ جابت كل إيه؟ الخصال. آه نعم نعم. فيه أعظم دليل وأبلغ حجة على كمال خديجة رضي الله عنها وجزالة رأيها وقوة نفسها وثبات قلبها وعظم فقهها. يبقى شوف الأمور عملت، هدأت من روعه صلى الله عليه وسلم، واستدلت بالقياس والاستصحاب والأمور دي كلها، وجابت الأدلة وساقت الأدلة على إيه؟ على صحة ما تقول، على أمر ما تقوله رضي الله تبارك وتعالى. وما يدل على جزالة رأيها وقوة نفسها أيضا ما يأتي بعد، وهو قول عائشة رضي الله عنها: فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل. ورقة ابن نوفل هنا ده إيه؟ عالم معروف بإيه؟ بعلمه، كان نصرانيا ومعروف أنه عالم في النصرانية، يعني عنده علم في الإيه؟ في الأديان أو في الشرائع المتقدمة، ماشي كده؟ ما راحتش بيه لكاهن على عادة العرب أو منجم أو كذا، وهذا يدل أيضا على إيه؟ يبقى اللي بيبقى عنده حاجة ما يجريش على العرافين والمنجمين والأثاقين الضالين دولت زي ما بنشوف كده، لكن يروح لمين؟ أهل العلم المعتبرين الثقات، ماشي كده؟ أهل العلم الإيه؟ الثقات المعتبرين المشهود لهم بالدين وبالورع وبالعلم والفقه، هو ده. فده أيضا من جزالة عقلها ورأيها، ما راحتش بيها على عادة العرب للكهان وكذا، لكن راحت على مين؟ على ابن عمها، مش لكونه ابن عمها فقط، لكنه لكونه إيه؟
عالم في الايه، في النصرانية، في التوراة، وعالم بالإنجيل وكذا وكذا، فيبقى ذهبت لتسأل مين؟ أهل العلم. أدي المعنى الخاص في هذه الايه، في هذه الجزئية. نعم. فانطلقت به خديجة، أي ذهبت معه. الباء هنا تسمى باء الايه، باء المصاحبة، باء المصاحبة. نعم. حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، ابن عم خديجة بنصب ابن، ويكتب بالألف وجوبا، يكتب بالألف هنا إيه وجوفا، لأنه ليس إيه بين متناسلين. نعم. فيكتب بالألف. نعم. وهو بدل من ورقة أو صفة أو بيان، ولا يجوز جره، فإنه يصير صفة لعبد العزة اللي هو حيبقى إيه الأخير، ابن أسد ابني كده، يبقى ده صفة لمين؟ صفة لمين؟ لعبد العزة اللي هو الآخر، فيأتي بالإيه إذا كان بالكسر. نعم. فإنه يصير صفة لعبد العزة وليس كذلك. ولا كتبه بغير ألف، لأنه لم يقع بينه بين عالمين، لم يقع بينه بين عالمين. نعم. وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، أي صار نصرانيا، وكان قد خرج هو وزيد بن عمرو بن نفيل اللي هو أبو سعيد بن زيد، ماشي كده، اللي هو زوج فاطمة بنت الخطاب، ويبقى عم عمر، واضح كده، ومات قبل بعثة النبي صلى الله عليه، لكن عاصر النبي، عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، أي صار نصرانيا، وكان قد خرج هو وزيد بن عمرو بن نفيل لما كره عبادة الأوثان إلى الشام، يسألون عن الدين، يسألون عن الدين، فأما ورقة فأعجبه دين النصرانية فتنصر، وكان قد لقي من بقي من الرهبان على دين عيسى، ولم يقع في التبديل زي بحيرة وكذا وغيره. نعم. ولهذا أخبر بشأن النبي صلى الله عليه وسلم وبالبشارة به صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك مما أفسده أهل التبديل، مما أفسده أهل التبديل. نعم. وقال امرأة تنصر في الجاهلية، طبعا زيد بن عمرو ظل على هو لأنه قابل أحد الأحبار فبيكلمه يعني على هذا الأمر، قال له أنا أبحث عن الدين وكده، قال له طيب، طب تدخل في اليهودية، قال له مش هتدخل في اليهودية إلا تصيبك غضب من مما أوقعه الله عليه، قال هل أفر إلا من غضب الله، طب في الثانية النصرانية فيهم لعن، طب وأنا لا أفر، لا أنا مش عايز لا ده ولا ده، قال له إنك تبحث عن دين بقى ليه، عن دين إبراهيم، أنت منين، قال له أنا من مكة، قال له اعد إلى مكة، عد إلى إيه؟ إلى مكة، فقد أظلنا زمان نبي يبعث من بلدك، فارتقب إيه؟ ارتقب خروجه. فعاد وكان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول والله إني أنتظر لكني لم أرى شيء حتى الآن، فيش حد يعني لسه ما جاتش بعثة، فمات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على الحنيفية، يعني على، وكان لا يأكل مما ذبح على الأوثان، وكان يحيي الموؤودة إلى غير ذلك مما كان في أمره رحمه الله تعالى. نعم. وكان امرأة تنصر في الجاهلية، الجاهلية هي ما قبل الإسلام، أي قبل البعثة، أي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ودي خلينا نتوقف، إن مش قبل البعثة كانت في حضارات، يعني كانت حضارة الروم موجودة مش كده، وحضارة الفرس موجودة، حضارات دي مادية ولا مش مادية؟ حضارات مادية، ومع ذلك تسمى بإيه؟ تسمى أيضا بالجاهلية، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فدي حضارات مادية موجودة وحضارات قوية. فده اللي يجعلنا هنا في كل جزئية نطرح سؤالا، ايه هو المقياس الحقيقي للحضارة؟ هل الحضارة المادية ده المقياس؟ يعني دلوقتي لما يطلعوا يقولوا لنا هم طلعوا، هم بيقولوا كده انهم طلعوا الفضاء وكذا وكذا وكذا، بغض النظر عن صحة انهم حد نزل على القمر او ما نزلش او الكلام ده، لكن في اقمار صناعية والمسبار بتاعهم وكذا، في امور ماشي كل ده طلع، وشافوا علوم وغاصوا في البحار وكذا، شافوا حاجات قوة واختراعات وامور عظيمة جدا جدا، لكن في المقابل كان عندهم ايه؟ هذا الفساد وهذا الانحطاط وهذه الفواحش. يبقى في جاهلية ولا مش في جاهلية؟ في جاهلية، رغم انهم دلوقتي فين؟ يبقى الجاهلية اما زمانا بحكم ما كان قبل البعثة، واما بحسب الايه؟ الموجودين في بعثته، في زمن بعثته، وبعد زمن بعثته، لكنهم لم ايه؟ لم ينضوا تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، فبرضه يبقوا ايه؟ جاهلية، يبقى في ايه؟ جاهلية، واضح كده؟ نعم. فلابد ان احنا ايه؟ يبقى قبل البعثة في حضارات مادية، حضارة فراعنة مش كده، عاد وثمود كله، ومع ذلك دي كلها ايه؟ جاهلية، كلها ايه؟ جاهلية، لأنها حضارات ايه؟ حضارات مادية. سبب إهلاكها هي أنها لم تؤمن مش كده، وكثرة الموبقات والفواحش فيها، يبقى جاهلية ولا مش جاهلية؟ يبقى ده اللي خلينا نفكر،
ايه هو المقياس للحضارة؟ ايه اللي نقيس به الحضارة؟ هل نقيس الحضارة بانها التقدم النوعي في المخترعات وفي الادوات وكذا، سيارات، مراكب فضاء، قطارات، مش عارف، في اي حاجة، اي شيء من هذه الامور، هل هذا هو المقياس الحقيقي للحضارة؟ ولا الحضارة الحقيقية التي تعنى ببناء الانسان وبناء أن يكون إيه؟ على معتقد صحيح وعمل صالح وفق هذا المعتقد. لابد أن احنا نشوف، يعني لازم يكون إنسان عليه على منهج واضح كده، فيبقى جاهلية باعتبار ما هم عليه قبل البعثة، ولذلك أفناهم الله تبارك وتعالى، وحتى بعد بعثته لكن لم يدخلوا في وإن كان عندهم إيه؟ هذا الذي نراه مشاهدا من الأمور المادية، ومع ذلك برضه هم إيه؟ في جاهلية. ايه اللي ينجو من هذه الجاهلية؟ اللي يدخل في الاسلام، ساعتها ما يبقاش ايه تنتفي عنه الايه الجهالات، تنتفي عنه الجهالات، انه هيتخلى، هيبقى عنده معتقد في الله عز وجل صحيح مش كده، ومعتقد في الرسل صحيح، وهيبقى عنده ايضا ايه عمل صالح. واضح كده؟ نعم. فبرغم وجود حضارات مادية قوية، فهذا يجعلنا نطرح سؤالا عن مقاييس الحضارة، فقد زالت حضارة عاد وثمود والفراعنة لعدم وجود الإيمان والأخلاق وكثرة الفواحش، فسموا بذلك لكثرة جهالاتهم، وتطلق على من كان بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم ولم تبلغه الدعوة، أو بلغته ولم يدخل في الدين ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلفظ الجهلية يطلق على من لا دين له قبل الإسلام، أو من كان له دين كأهل الكتاب، كل دولة أهل إيه؟ أهل جاهلية. نعم. قالت: وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وفي رواية أيضا متفق عليها: وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية، وكلاهما صحيح، كلاهما صحيح. والجمع أن ورقة تعلم اللسان العبراني، ماشي كده، وتكلم بالعبرانية، وتكلم بالعبرانية، فكان يكتب الكتاب العبراني كما يكتب الكتاب العربي، يبقى عنده العربية وعنده الايه العبرانية، فبيعمل ايه من العبراني يقدر يترجم للعربية، ومن العربية يقدر يترجم للايه للعبرانية. واضح كده؟ لتمكنه من الايه من العربية والعبرانية، لتمكنه من الكتابين واللسانين، وتمكن من معرفة دين النصارى بحيث صار يتصرف في الإنجيل فيكتب أي موضع شاء بالعبرانية إن شاء وبالعربية إن شاء، وإنما وصفته بكتابة الإنجيل دون حفظه، كان يكتبه، ما قالش كان إيه؟ كان يحفظه، لأن حفظ التوراة والإنجيل ما كانش متيسر، كانش إيه؟ كما كميسر كحفظ الإيه؟ كحفظ القرآن دون حفظه، لأن حفظ التوراة والإنجيل لم يكن متيسرا كتيسر حفظ القرآن الذي خصت به هذه الأمة تشريفا لها. قال عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي سهلنا ألفاظه للحفظ والأداء ومعانيه للفهم والعلم، لأنه أحسن الكلام نظما وأصدقه معنا وأبينه تفسيرا، فكل من أقبل عليه يسر له الله تبارك وتعالى، أو يسر الله عليه مطلوبه غاية التيسير وسهله عليه سبحانه وتعالى. وعن عياض المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته، قال الله تعالى: إنما بعثتك لأبتليك، يعني بأداء ما وكل إليك من إبلاغ الناس الدين والمنهج إلى غير ذلك، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك من يتبع ومن إيه؟ ومن يزيغ ومن يرفض هذا الانقياد والاتباع، وأنزلت عليك كتابا أي القرآن لا يغسله الماء، لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان، رواه الإمام مسلم، أي هذا القرآن محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقى على مر الأزمان، فلم نكتفي بإداعه الكتب والألواح فيغسله الماء، يعني معروف أن الماء ممكن يزيل الإيه؟ الكتابة وكذا بالأدوات المعروفة، بل جعلناه قرآنا محفوظا في صدور المؤمنين كما قال عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، في صدور الذين أوتوا العلم، وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والمراد بالغسل النسخ،
المراد بالنائي مش هيجي بعد كده حاجة تنسخ الايه؟ تنسخ القرآن. والماء هو مثل، هو عبارة عن ايه؟ عن مثل ضربه رب العزة تبارك وتعالى ذلك، اي لا ينزل بعده كتاب ينسخه. مفيش كتاب هيجي بعد القرآن ينسخ الايه؟ ينسخ القرآن ولا الاحكام اللي في القرآن. ولا نزل قبله كتاب يبطله، ولا يبطله جور جائر، ولا يبطله جور ايه؟ جور جائر. ولا تضحده شبهة مناظر، لانه هو اللي دايما له الايه؟ اليد العليا في الايه؟ في المناظرة، في المناظرة. نعم، قال تعالى: لا يأتيه الباطل اي الابطال من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قوله: وكان شيخا كبيرا قد عمي. شاخ يشيخ شيخا أو شيوخة وشيخوخة، استبانت فيه السن وظهر عليه الشيب، والشيخ من الخمسين إلى آخر العمر، وقيل إلى الثمانين. والشيخ أيضا ذو المكانة من علم أو فضل أو رياسة، والجمع شيوخ وأشياخ. قالت خديجة، فقالت خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. هذا النداء على حقيقته، هذا النداء على إيه؟ على حقيقته، هو ابن عم إيه؟ ابن عم خديجة على الحقيقة. لكن وقع عند الإمام مسلم في صحيحه: يا عم، بدل يا ابن عم يا إيه؟ يا عم. فقال النووي: كلاهما صحيح، أما الثاني فلأنه ابن عمها على الحقيقة كما ذكرناه أولا، لأنه هو ورقة ابن نوفل ابن أسد، وهي خديجة بنت خويلد ابن أسد، يبقى ابن عمها ولا مش ابن عمها؟ ابن عمها على الحقيقة. طيب، ويا عم قال هذا سمته عما مجازا، سمته عما لإرادة التوقير والاحترام، وهذا من عادة العرب في آداب خطابهم، يخاطب الصغير الكبير بيا عم احتراما له ورفعا لمرتبته، ولا يحصل هذا الغرض بقولها يا ابن عم. واضح كده؟ والله أعلم. لكن الحافظ ابن حجر قال: هذا وهم، هذا ايه؟ وهم، هذا خطأ من يعني من الراوي. يا ابن عم ده الصحيح، لكن يا عم ما تتأتش، ماشي؟ ومش ممكن تكون انها ايه؟ قالت يا ابن عم ويا عم، لان المخرج متحد فما ينفعش، الاسناد واحد المخرج متحد، فما ينفعش ان يتلو ايه؟ ما جاءت على اللفظين كما يقول البعض، فيبقى واحد منهم صحيح والتاني ايه؟ غير صحيح. يبقى ابن عم دي على الحقيقة صحيح. طب ويا عم على إرادة التوقير وكذا، لا، هي دي بقى اللي فيها الايه؟ اللي فيها الكلام. قال: لأنه إن كان صحيحا لإرادة أو لجواز إرادة التوقير، لكن القصة لم تتعدد، لأنها ما راحتلوش ايه؟ كذا مرة، هي خدت النبي صلى الله عليه وسلم وراحت ايه؟ إليه مرة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم تتعدد، والمخرج متحد، فلا يحمل على أنها قالت ايه؟ يا عم ويا ابن عم. نعم، فتعين الحمل على الحقيقة مش على الايه؟ مش على المجاز. يبقى يتعين الحمل على ايه؟ يا ابن عم. نعم، وانما جوزنا ذلك. يقول لك: طب اشمعنى قلت كده؟ مع انه قلت الاول ايه؟ يكتب الكتاب العربي ويكتب الكتاب العبراني، مع ان برضو نفس المسألة. ايه المسألة؟ لان هنا الراوي بيروي في صفة ورقة، هنا ايه؟ في صفة ايه؟ ورقة، لكن هنا مش متعلق بالصفة، يعني مش متعلق بيه بالصفة. ومن صفته انه كان متمكن من العربية والعبرانية، فما فيش اشكال في ايه؟ ما فيش اشكال في هذا الجمع. نعم، لانه من الراوي في صفة ورقة، في صفة ورقة، واختلفت المخارج فامكن التعدد. وهذا الحكم يطرد في جميع ما يشبهه. وقالت في حق النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع من ابن اخيك. اسمع منين؟ من ابن اخيك. لان والد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عبد الله ابن عبد المطلب، ابن عبد المطلب، وورقة في عدد النسب إلى قصي بن كلاب الذي يجتمعان معه فيه سواء، يعني من حيث العدد، فمن هذه الحيثية كأنه في درجة أخوته لمين؟ إخوته لأبيه، لأبي النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، المعنى إيه؟ ابن أخي جدك. اسمع من ابن أخي جدك، فحسفت كل قالت إيه؟ ابن أخيك. ماشي كده؟ طب ففيه ما يسمى بمجاز الحذف أو مجاز التشبيه، أحد أوجه أو أحد أصناف المجاز، لأن جد ورقة الثالث هو أخو جد النبي صلى الله عليه وسلم الرابع. ماشي كده؟ إزاي الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي. خلاص كده؟ عدوا بقى كده. طيب، ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي،
يبقى يجتمع مع النبي في مين؟ في قصي. ماشي كده. طيب عد كده من ابي النبي، يبقى عبد الله واحد، عبد المطلب مش كده، هاشم، عبد مناف، خلاص كده. طب عد من عند بقى ورقه، نوفل، اسد، عبد العزه، قصي. يبقى ابن يبقى اخو مين؟ ابن اخي جدك. ماشي كده، واضح هذا الامر؟ الفرق بينه تعدوه تطلع الايه المساله صح. او قالته على سبيل التوقير لسنه وتعظيما لشانه، اسمع من ابن اخيك واستعطافا له. لما تقول له اسمع من ابن اخيك، يبقى انت بايه؟ تستعطفه على ان هو ينصت ويحسن علشان يؤدي ما عليه من البيان. وفيه ارشاد الى صاحب الحاجه ان يقدم بين يديه من يعرف قدره، او يعرف بقدره ممن يكون اقرب منه الى المسؤول. عشان كده قالت ابني اسمع من ابن اخيك، وذلك مستفاد من قول خديجه لورقه رضي الله تبارك وتعالى عنه. اراد بذلك ان يتاهب لسماع النبي وينصت للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ابلغ في التعليم، وذلك ابلغ في الايه؟ في التعليم. والمعنى اسمع من ابن اخيك ما سيقوله لك، أو هذا الذي يقول. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. ماشي كده. قال الإمام البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء: الناموس صاحب السر الذي يطلعه بما يستره عن غيره. وقال ابن دريد: ناموس الرجل صاحب سره، وكل شيء سترت فيه شيئا فهو ناموس له، فهو ناموس إيه؟ ناموس له. وقال الصاغاني في العباب: ناموس الرجل صاحب سره الذي يطلعه على باطن أمره ويخصه به ويستره عن غيره. يقال: نمست السر بفتح النون والميم، أنمسه بكسر الميم نمسا، أي كتمته. ونمست الرجل ونامسته ساررته. قال أهل اللغة وغريب الحديث: الناموس في اللغة صاحب سر الخير، والجاسوس صاحب سر الشر. واتفقوا على أن جبريل عليه السلام يسمى الناموس، واتفقوا على أنه المراد هنا. قال الهروي: سمي بذلك لأن الله تعالى خصه، أي خص جبريل بالغيب والوحي، بالغيب والوحي. وأهل الكتاب يسمون جبريل عليه السلام الناموس الأكبر، والناموس أيضا الحاذق، والناموس الذي يلطف مدخله، والناموس القانون والشريعة، والجمع نواميس. كل ده من معاني الإيه؟ من والناموس هنا هو مين؟ جبريل عليه السلام. قوله: الذي نزل على موسى. نقف عند الذي نزل على موسى، نكمل إن شاء الله في لقاء قادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.